السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على أفضل منتج دهان بلاستيك في العالم تبع شركة الجزيرة، اللي هو الجرين مط، اللي هو المط. تمام يا جماعة، خلينا نتابع. هنا اشتغلت منه والله العظيم لسه أول وش، وهكمل دلوقتي، لسه ما كملتش. هنا قدامكم هوريكم دلوقتي الوش بيعمل ايه. تمام، هذا يا جماعه البلاستيك الجرين احنا هنجرب. قرب كده يا استاذ، قدامكم اهو، قرب شويه عشان يبان. طبعا السقف مش واخد معجون، واخد بس مكان التنقيط زي ما انتم شايفين اهو. وش واحد بس ما شغال ايه؟ هل الكسبه عشان صورتك احلى؟ قرب شويه عشان الصوت باين الدنيا؟ ايه. طبعا يا جماعة هذا الجرين مط ما شاء الله عليه، حاجة ممتازة يعني، من وش واحد مغطي معايا يعني. المفروض اقل حاجه اربع وشاش لو اي منتج تاني على الجنس ده، وما شاء الله عليه يعني، كمان وجهي كمان هيبقى ممتاز. كان معكم اخوكم محمود حلواني، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.